صلح الإمام الحسن. تعتبر المرحلة التي صالح فيها الإمام الحسن عليه السلام معاوية بن أبي سفيان من أصعب مراحل حياته عليه السلام، وأكثرها تعقيدا وحساسية وأشدها إيلاما، بل إنها كذلك وعلى مدى حياة أهل بيت رسول الله عليهم السلام. وقد أصبح صلح الإمام عليه السلام من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، بما تستبطنه من موقف بطولي للإمام المعصوم، وبما أدى إليه من تطورات واعتراضات وتفسيرات مختلفة طوال القرون السالفة وحتى عصرنا الحاضر. وألف الباحثون المسلمون في توضيح وتحليل الصلح كتبا عديدة، وأصدر الأعداء والأصدقاء أحكامهم بشأنه. أسباب الصلح: ضعف أنصار الإمام وتخاذلهم، وعدم انصياعهم لأوامره بعد تأثير دسائس معاوية فيهم، وبهذا سوف لا تجدي المقاومة، بل سوف تتحتم الانتكاسة للخط الرسالي أمام مكر معاوية. صيانة الثلة المؤمنة بحقانية أهل البيت عليهم السلام، وحفظهم من التصفية والإبادة الأموية الشاملة، بعد إحراز بقاء الحقد الأموي لبني هاشم ومن يحذو حذوهم، كما أثبتته حوادث التاريخ الإسلامي الدامي. كشف واقع المخطط الأموي الجاهلي وتحصين الأمة الإسلامية ضده، بعد أن مهدت الخلافة لسيطرة صبيان بني أمية على زمام قيادة الأمة المسلمة والتلاعب بمصير الكيان الإسلامي. بعض بنود معاهدة الصلح التي تم جمعها من قبل المحققين: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين. ليس لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعده، والأمر بعده للحسن عليه السلام، فإن حدث به حدث فالأمر للحسين عليه السلام. أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، أن يوصل إلى كل ذي حق حقه، أن لا يتعرض أحد لشيعة أمير المؤمنين بأي أذى أو مكروه، سواء في العراق أو الشام أو غيرها من الأماكن، أن لا يسميه أمير المؤمنين، أن لا يقيم عنده للشهادة، أن يترك سب أمير المؤمنين علي عليه السلام، أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه في يوم الجمل والصفين 1000 درهم، ويجعل ذلك من خراج دار أبا جرد، استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو 5000 درهم، فلا يشمله تسليم الأمر، وعلى معاوية أن يحمل كل عام إلى الإمام الحسين عليه السلام 1000 درهم، وأن يفضل بني هاشم في العطاء على بني عبد شمس.